السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فضاءات إسلامية. هذا الفضاء هو فضاء أرحب، إذ نتناول فيه الشخصية الكاملة. حينما يتحدث بعض مفكري الغرب عن نهاية التاريخ، وهم يقصدون بنهايته الوصول إلى مرحلة الذروة الفكرية الإنسانية في التاريخ الإنساني، ويقصدون بها الليبراليات الحديثة، وعن الإنسان الأخير الموجود في نهاية هذا التاريخ الليبرالي، ويصفونه بأنه الإنسان الأوروبي أو الأمريكي. وهنا أتناص مع مؤلف لفوكوياما الفيلسوف، فيلسوف التاريخ الأمريكي، يقولون بأن هذا هو المثال الأنضج، ولكن قرآننا الكريم يقدم لنا الشخصية الأكمل ونهاية التاريخية الحقيقية للاكتمال في الذهنية البشرية عند شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الإنسان الأخير. قبل أن يطرح فوكوياما هذه التسمية، أسماه القرآن بأنه الخاتم أو الخاتم بتسميات مختلفة تأتي في توصيف نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والخاتم في اللغة تعني التقاء البداية في النهاية، والشخصية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم هو التقاء بداية التكوين الإنساني بخاتميته المعرفية، فيقدم أنموذجا متكاملا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما تلمسنا خطاه وصلنا إلى اكتمالنا في هذا النموذج الإنساني القرآني الإلهي. في الحلقة ضيفاني عزيزان كريمان، سماحة السيد فالح الموسوي. سيدنا الفاضل، حياك الله، أهلا ومرحبا بجنابك. حياكم الله. مرحبا. الله يسلمكم. أوصل التحية وترحيب بأستاذنا الشيخ عبد الله ذيبان العقيدي. شيخنا حياك الله، أهلا ومرحبا بجنابك. مرحبا. الله يسلمكم. سيد فالح، البداية مع جنابك قدمت كلمة بسيطة. المفكرون الغربيون ما زالوا يشتغلون على كيف نصل إلى مدينة فاضلة، إلى إنسان فاضل قويم قياميا، بينما قدم قرآننا الكريم وإلهنا سبحانه وتعالى الشخصية الأكمل في نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ماذا تقدم في هذه الشخصية؟ لكم الحديث متفضل. الله يرعاك. الله يسلمك. تحية لك ولسماحة الشيخ الفاضل والمشاهدين الأعزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يقال شيء إلا محض الإعجاب بكينونة صنع الله عز وجل، أن يجعل الله شخصية ملكوتية تشرف على سائر الخلق وتفضل على كل الأنبياء بما فيهم خليل الله إبراهيم وصفيه نوح وأولي العزم من الأنبياء والرسل وكل ما في هذا التاريخ البشري، التاريخ الإنساني الذي يراد له أن يكون مؤطر بإطار عقائدي أو ملكوتي أو متصل بالسماء، يتصدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيختم برسالته ما جادت به يد السماء من صناعات نبوية ورسالات حقيقية وشهداء مضوا في هذا الطريق وهم يعبئون البشرية لإخراجهم من الظلمات إلى النور. فإن كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل، خاتم الأنبياء، آخر البشرية، فهو أولها هاديا نحو طريق لم يكن مألوفا من ذي قبل. صحيح. وهذا الطريق من أروع وأبدع وأفضل تجلياته أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث في منطقة زمانية ومكانية استثنائية بما للكلمة من معنى، في جاهليتها، في انغلاقها، في وحشيتها، في بداوتها، في صلابة قلوب أهلها، حتى أن أحدهم يتلطف قلبه على النعرة وعلى الإرث القبلي ولا يمكن أن يرق لابنته عزيزته الجميلة فيئدها حية في التراب مخافة العرب. سأعود إلى هذه النقطة المهمة، السياق الذي وجد فيه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيف غاير هذا السياق بصنيعة الله. شيخي العقيدي، حياك الله من جديد، أهلا ومرحبا بجنابك الموقر. يصف الله سبحانه وتعالى بعض أنبيائه فيقول إن هذا النبي صنع على عيني، هذا كليم الله، وذاك، يعني بصفات محددة يجمعها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل. ونحن محظوظون إذ وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نكون تحت عنوان رسالته الخاتمة. لك الحديث متفضلا. حياك الله. الله يسلمكم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
الحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله حديث طويل وعريض، ومن أنا حتى أقف على هذا البحر الخضم الذي تنهل منه البشرية إلى يوم القيامة؟ إنه الاصطفاء الرباني. حاولت وصف بهائه فكأنني ولد بأنمله يلم الأبحر، واستنجدت روح البيان فخانني، وكبى جواد فصاحتي وتعثر. أدركت عجزي وتقصيري عندما طالعت ما شرح الإله وصورة. وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الرحمة المهداة، السيد البشير النذير الهادي السراج المنير. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. اصطفاء وسراجا منيرا. الرحمة المهداة، إنما بعثت رحمة المهداة، إنما بعثت معلما. شيخ عبد الله، كل واحدة يحتاج لها تحليل كبير، يعني كل جملة هذه يعني تستوقفنا. طبعا أسلفت أنا أجد أنني أمام بحر أحار، كيف أغترف منه؟ مرات يعني أعبر فأقول إنه بحر ولكنه يغير البحار البشرية، كونه بحرا عذبا، وهو يغيرها كذلك من ناحية كونه بلا شاطئ، هو ممتد إلى ما لا نهاية. فنحن نقتبس منه بقدر قدرتنا على هذا الاقتباس، بتوفيق من الله. الله يسلمكم، أشكرك على هذه المقدمة، وأعود لأخذ بعض العبارات التي تفضلت بها وأفتح مضامين هذا السراج المنير. كيف يصبح سراجا منيرا سيد فالح؟ في سياق، وفي بعض علومنا نقول السياق نعني به الزمان والمكان والإنسان. الزمان جاهلي والمكان جاهلي، والإنسان متقدم ليشكل الإنسان الأخير، المتحضر الأخير. وقد قالت السيدة زهرة عليه السلام واصفة ذلك الحال: كنتم قبل أبي رسوله تشربون الطرق، وعذرا للفظة، هو ماء الإبل الذي يختلط ببول الإبل الذي يختلط بماء السماء، وتأكلون القد، يكاد أن يتخطفكم الناس من حولكم حتى أنقذكم الله بأبي. لك الحديث متفضلا. الله يرعاكم. أجد نفسي مدعو في زمان كزماننا هذا للخروج من الدائرة التي نتهم فيها بالميل العاطفي، ولأننا يعني ملتصقين ومنتمين لهذه الحضرة المقدسة، فأكيد تكون شهاداتنا مجروحة وتحليلاتنا ضمن النصوص الموروثة. فيقول الآن الذي يميل أكثر إلى العقل وإلى الحداثة وإلى الحضارة، أن لا يرجى من عمامتين في هذه المذاهب الإسلامية إلا أن تمجد شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، وتملأ أسماعنا بما قيل قبل أكثر من 14 قرن بلا جديد، ونحن الآن في خضم صراعات، تقاطعات، تناحر، بل صدم حضاري. لا يوجد الآن حوارا حضاريا، ولا يوجد تلاقح حضاري. هناك تبادل منافع بين الحضارات، لكن في أسسها وأيديولوجياتها في حالة من الصدم. وبالتالي الآن أكثر أبنائنا في عزلة عن تراثنا، ومرتمين بأحضان الشبهات والفتن، لا بأحضان المعارف للحضارات الأخرى. إذن كيف ندخل؟ من أي مدخل سيد؟ فندخل من مدخل آخر، وهو واقعية كمال رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك استنطاقات، وهناك انتزاعات، وهناك مبادئ من خلالها يمكن أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن اجترار الموروث الذي قيل. نحن اليوم بحاجة إلى إعادة قراءة ضمن سياقات الواقع، وسياقات الواقع لم يهملها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في آثاره المباركة. إن قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صفي الله، وهو معجزة الله في الأرض، وهو الهادي البشير النذير، والذي يفترض برسالته أن لا يحدها زمان، فإن ختمت رسالته لا تختم بحياته، وإنما تبقى مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الخاتمية أنا ليش أبينها بالمقدمة سيدنا، أسف لمقاطعتك، هي قريبة من الفكرة الغربية الفلسفية الآن، لأن البعض لا يستوعبها إلا أن نأتي بها من الآخر، لأن مغنية الحي أحيانا لا تطرب بتعبيراته. فنقول أن فوكوياما قال عن الخاتمية، عن الإنسان الأخير، يقصد هو ليس انتهى الإنسان، بمعنى وصول الإنسان إلى ذروته المعرفية الفكرية، هذا معنى الخاتم. أحسنت جدا. وبالتالي كل هذا الكم الهائل من المعارف الذي في عقد ثم عقد ثاني تحول إلى انطلاقة عالمية،
ألغت القبيلة والعشر. فيقول أمير المؤمنين صلوات الله كنا مع رسول الله نقاتل آباءنا وأخواننا، وبالفعل كان في جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول غزواته في معركة بدر كان يقاتل الولد أباه وعمه وأخاه. البيت القرشي كان بيتا يترأس ويتزعم الشرك الانحراف العقدي، ويتزعم القبلية بكل عاداتها وتقاليدها. وما دامت مكة التي يترأسها هذا البيت هي مهوى لكل القبائل العربية ومركزها السنوي، فهي بالتالي متوافقة مع كل أعراف الجزيرة العربية بكل آهاتها وآلامها وأحزانها. أنا ما أريد أغادر هذه النقطة، ممكن نتناقش بها وأرجع لك مرة ثانية، لأن هذا الموضوع ربما بكر لا يخاض فيه في غير الساحات الأكاديمية. أريد نعطي جرعة معرفية لمتلقين العام في هذا السياق الجاهلي. شيخ عبد الله، هو الفكرة نفسها اللي يتناولها الآن سمحت السيد، استقطبت قريش مشاعر القبيلة القبلية عند الآخرين بأن وضع صنما حول الكعبة لكل قبيلة من تلك القبائل كي يحج إلى هذا المكان بشكل مشوه عقديا، بل شوه العقد أن حج عراتا من غير رجالا ونساء، فيأتي السراج المنير في بعض توصيفات المصطفى صلى الله عليه وسلم كي يبدد هذه الظلمة وهذه الظلامات. لك الحديث متفضلا في هذا شأن السياق لو سمحت. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، لا شك أنه كانت البشرية يوم ذاك تغط في جاهلية عمياء وفي ظلمات بعضها فوق بعض، في الأخلاق، في المعاملات، في العبادات. وقالوا ما نعبدهم إلا لنقربونا إلى الله زلفى، فهذه الصنمية كان بحاجة، وكأن الله تبارك وتعالى أراد للبشرية أن تستذوق النور المحمدي عند إشراقته، وأن تعرف ما كانت عليه من ظلام، كما تفضل السيد، وائد للبنات وربا وجاهلية عمياء يأكل فيها القوي الضعيف ويعنو أو إلى سطوة الأغنياء والممالك الذين يستذلون في الخدمة في كافة مناحي الحياة. عند ذلك تتطلع البشرية إلى قنديل يهديها إلى صراط الله المستقيم، الذين تضرعوا إلى الله 5 مرات اهدنا الصراط المستقيم، إلى الطريق اللاحب الذي لا عوج فيه، ليقول لهم رسول الإنسانية ومعلمها الأول وأن هذا صراطي مستقيم. أي مؤكل بعض يتبعون السبل فتفرق بهم كما يقول القرآن الكريم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني أنا ولو أحيانا أكتب شيئا وصفت هذا الكلام في ندوة فكرية على شكل قصيدة، رسول الله يا نورا تجلى وبدرا شع في جوف الظلام، رسول الله فيك الشعر يحلو وفيك القلب يشفى من سقامي، دعوت إلى التآلف في زمان به جهل بنى فوق الأنام، به نسج الظلام سجوف بغي، فضاع الكل في اللجج الطوام، تطفف أو تآكل أو ترابي، وتسجد للنحاس وللرخام يدي، قدام عيني لا أراها، ظلام في ظلام في ظلامي، ولما أن أراد الله ربي خروج العالمين من القتام، أبان الرحمة المهداة فضلا، فكان محمدا خير الأنام. على محمد وعلى آل محمد. وإنك يعني جاح يحمل هموم البشرية بأسرها، هم المرأة المستضعفة التي كانت عند العرب البدات أفضل أو أرقى درجات السخاء والكرم، عذرا عن اللفظ، وهي هكذا: أن يهب الرجل زوجته لضيفه، كما يكتب شوق ضيف في الأدب الجاهلي، يتسرى بها يعني كأنها سلعة، أو أن تباع في الأسواق، في حين أنه لما جاء السراج المنير استوصوا بالنساء خيرا، جعلت النساء شقائق للرجال، فعلا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم إلى البعض. لحد الآن يناقش هل يحق لها أن تدخل، أن تشترك في انتخابات، لا وقد أقام لها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة. أحسنتم، للنسوة بايع. نعم، بايعنا رفقا بالقوارير، وهبها لها للرجال نصيب مما ترك الولداء، وللنساء نصيب. سورة كاملة، سورة النساء. يقوم لابنته فاطمة عليه الصلاة والسلام
بمشهد لم يألفه العرب. أنقل هذه الفكرة، فكرة النسق، قاطعت جنابك حتى نستوفيها سماحة السيد. نسق جاهلي، نسق يعني في ظلام سابر، إلا هذه الثلة كنتم نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها. لك الحديث متفضل. الله يرحمكم. يعني عودا على بدء، إذا أردنا أن نقرأ شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعيدا عن المذهبية وبعيدا عن الموروث المتصدع والمملوء بالكثير من حمولات الأثر السياسي والأثر المذهبي والانقلاب الذي رصده القرآن الكريم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا انقلاب لم يكن انقلابا ظاهرا بمعنى الكفر البواح الظاهر، وإنما انقلاب على مستوى المفاهيم والقيم والفقه والعقيدة. حتى تجد الآن المنصف والموضوعي عندما يطل البعيد عن الإسلام، يعني إذا دعونا أي شخص ليس من ملتنا ومن ثقافتنا ليقرأ الإسلام، لا يمكن أن يقرأه بالطريقة السنية أو بالطريقة الشيعية أو بالطريقة الصوفية أو بالطريقة العقلية، ويقرأها بدوافعه وبمكامنه وبروافد ثقافته. سيجد هذا الشخصية ساهمنا بمذهبيتنا وبتراثنا الذي لم ننقده ولم نقرأه قراءة دقيقة، وبأثر الدول التي تسلقت باسم رسول الله من الدولة الأموية والدولة العباسية وما تلاها ومن وعاظ السلاطين، أننا شوهنا الصورة النمطية للإسلام وصدعنا هوية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وأذكر لذلك مثالا بسيطا وأعود على نفس هذا السياق حتى لا يعترض علينا أحد فيقول لقد تجنوا على هذا التراث العظيم. عندما يأتي هذا الباحث الموضوعي المستقل البعيد عن الإسلام فيجد رواية أحادية مهملة ضعيفة الإسناد تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد في يوم بدر إلى 2 من الأسرى فقتلهم، وأمر بقتل من تعلق في فتح مكة بأستار الكعبة، وفي غزوة بن المصطلق أمر بقتل فلان وفلان، ونزوا على زوجاتهم. وأجد نصا قرآنيا لا يمكن أن يطلع عليه هذا الباحث عن شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فأجد نصا قرآنيا حاكما ورواية مهجورة، لكن الذي يتكئ على الرواية أكثر من الذي يتكئ على النص. فجاءنا المودودي وجاءتنا داعش، اتكوا على هذه النصوص المشوهة وأهملوا نصا صريحا قرآنيا، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فأما منا بعد وإما فداء. يعني لو تطلق لوجه الله تعالى وما تأخذ عليه أجرة، وإذا بقى عندك أسير أحسن معاملته وأحسن. بالتالي لا نقرأ شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال قراءة الواقع الذي عاشه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الذي جاء به القرآن، الذي جاء به الإسلام، الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يتقاطع تماما مع كل ما نشأ عليه المجتمع القرشي في الجزيرة العربية. لا في السلوك البيتي، كل شيء سلبي، لأن هناك بعض الإيجابيات، وهذه الإيجابيات جاء الإسلام على رأس الهرم فيها. فبالتالي عندما ينظرون إلى مكامن محاسن أخلاقهم يجدون الإسلام في الذرة في العلا، وعندما يأتون إلى الرصد القرآني يجدون أن الرصد القرآني للمظاهر السلبية والمنحرفة والخاطئة هي في صميم حكمهم الوجداني الذي هو أتم الأدلة وأتم الأحكام. وجدانا وعقلا نفوسهم تأبى كل ما عليه الجاهلية. السؤال المفصلي، كيف تميزت رسول وأترك الإجابة سيد فالح إلى محور لاحق، تفضل بالسؤال لو سمحت. كيف تميزت هذه الشخصية الخلاقة في إيجاد تصالح بين نشأة مجتمع على هكذا قيم والانطلاق بقيم سماوية لتصدرها لعالم متحضر حتى يعلموهم ماذا يريد الله؟ كيف أوازن بين هذين الأمرين؟ سأعود لجنابك فيه. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإنك، في إشارة للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لعلى خلق عظيم. الآن الإن للتوكيد واللام للتوكيد وعظيم للتوصيف، ولك أن تفتح لنا هذا المفهوم بإزاء روايات الأحاد التي يتكئ عليها بعض من يريد أن يشوه صورة إسلامنا الحنيف. أحسنت. الله يسلمكم. بارك الله فيك. الله يحفظكم. الآن تفضل جنابكم الكريم والسيد أنه يعني الأخلاق كانت موجودة عند العرب، منها من ما أقرها الإسلام وجعلها بل هذبها، يعني كالكرم والسخاء والشجاعة إلى غير ذلك.
لهذا نجد أن الخلق المحمدي عندما تكلم عنها ما نسخها بالجملة، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق التي كانت، لكنها التي الجاهلية التي كانت هم يمجونها بالأساس حصل عليها التهذيب، بدليل أن القرآن الكريم وأن سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يعني يدعو الناس إلى أن ينهلوا من هذا المنبع العذب الذي لا تشوبه شائبة، والذي شهد له الأجانب، معظم المفكرين الغرب نقرأ لهم شهادات كثيرة. مثلا من أين العالم برجل كمحمد بن عبد الله يحل مشاكل العالم ريثما يتعاطى فنجانا من القهوة؟ قرأته إلى مستشرق أعتقد فرنسي. نعم، إن أحبكم إلي النبي وأقربكم مني مجلسا. من يا رسول الله؟ قال أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. دعا إلى الألفة، الابتعاد عن الوحشية في التصرف الإنساني. الله تبارك وتعالى يذكره بهذه النعمة، هي نعمة الألفة، لأنه كانت غارات وثارات، وعلى أتفه الأسباب تشب نار حرب ضروس لأربعين عاما على سباق خيول بسوس وداحس وغبراء وغير ذلك. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ويذكر النبي بهذه النعمة. هذه النعمة لازم شوي نراجعها بشكل أوفى في ظل هذا الزمن اللي يريد من عندنا أن نتعادى، أن يفرق بين هذه العمائم الخيرة ويبرز لكم عمامة شريرة يقول إنه هذه هي التي تحتكر الدين وتوصيفه. هذا الذي أريد أن أصل إليه، لأننا الآن أحوج ما نكون إلى هذه الألفة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أخاف تنسوها في عصر من العصور. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. طيب، هذا الخطاب إلى العامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى رسول الله وهو المعصوم وهو الذي يتنزل عليه يذكره ربه بهذه النعمة، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو الإشارة تدري تضمر أنه البشر ينسون، لذلك يأتيهم الخطاب بوذكروا، لأن هذا النسيان يعترينا أي بفعل الاحتكاك مع حضارات أخرى مع كذا، فنتغربا نصبح غربيين أو نصبح ماديين أو حسيين. يأتي القرآن لتذكيرنا بنعمة من أهم نعم الله وهي كوننا إخوان في هذا الدين. أحسن الله إليك. وفي دخول النبي إلى المدينة المنورة يعني نجده عليه صلاة الله وسلامه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قبل أن يبني المسجد بنى القلوب، بنى النفوس، بناء النفس قبل البيت فرض، فمن شاد النفوس فقد أفاد. هو يعني قبل أن يؤسس المسجد آخى بين المهاجرين والأنصار، جمع القلوب على المحبة. ولو لم تجتمع القلوب على إن أمة لا تجتمع على الألفة والمحبة لا يمكن لها أن تعيش سلاما أو أن تنتصر أو أن تقود الإنسانية، لأنها تتعنصر وتتخندق، في حين أن رسول الله ضرب العصبية والعنصرية وشطبها بالجملة والتفصيل. ليس منا من دعا إلى عصر. أحسن، أعود لجنابك في محور لاحق، أناقشك أمثل الآخر ربما لديه وجهة نظر، شلون فعلا احنا مدعوون، نحن مدعوون الى ترك العنصرية، ترك القبلية، ترك المناطقية، وان نتمسك أممية وكل هذه تفصيلات طبقيات، نتمسك بديننا الإسلامي فقط. اعود لجنابك في هذه الجزئية. مشاهدي الأكارم مستمرون مع حضراتكم، ولكن بعد هذه الوقفة. يا
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يجوز في الشريعة المقدسة أن نستعير الرحم؟ فإذا ولدت تلك المرأة أم هذا المولود من؟ هل يجوز صيد السمك بآلة النتال؟ بمعنى ننتل السمكة ونقتلها داخل الماء فتطفو، فإذا طفت ميتة هل يجوز أكلها؟ أجوبة هذه الأسئلة وغيرها يأتيكم في برنامج مسائل وردود. لدي لأكره، فأنا منشغل بحب الآخرين. المثقفون يأتون لحل المشاكل بعد وقوعها، العباقرة يسعون دائما لحل المشاكل قبل وقوعها. أجمل إنقاذ إنقاذ الحقيقة، فانهض يا صديقي وتعال نقرأ ما بين السطور. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، ولكن الله يفعل ما يريد. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدي الأكارم. نتناول الشخصية المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا التناول مقيد بحسب معرفتنا، فالله أنزل غيثا كبيرا وواسعا، ولكن الأودية تسيل بقدرها، كل وادي يشيل بالعراق على قد اللي يقدر يشيله باستطاعته. هي مغارف فكرية، كل إنسان يستطيع أن يعبر بحسب تلقيه، لكن نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو المثال الأسمى والأكمل والأخير للإنسان المتكامل. فمن أراد أن ينتهج السبيل القويم والصراط المستقيم فعليه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيدهم. وجه تحية وترحيب بجنابكم الموقر من جديد سادات الأفاضل. وسيدنا الفاضل، علقت إجابة سؤال أنا الذي علقتها، يعني في قضية الثنائية الضدية بين قيم جاهلية متأخرة وقيم دينية إسلامية متقدمة، كيف استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يوازن بينها، أن يفاضل بينها، وأن يتقدم بزرع وعيه القيمي في ذلك المجتمع؟ طبعا بعيدا عن البعد الإعجازي في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأثرها في تغيير المقابل أي طرف، وهو ما فيه آثار وروايات كثيرة من أن لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأثر أن الذي يأتيه بوحشية وبغلاظة وبصلابة وصلافة ينقلب حاله إلى شيء آخر. وهذه طبعا اعتبارات واضحة، لعله
في غير قراءة النص الديني لعله دراسات يعني نفسية سايكولوجية تنموية الآن موجودة ممكن أن تبين أن هناك نورا من نور الله تعالى صحيح. أودع في شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يغير الدنيا بأسرها صحيح. لكن السياقات الطبيعية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور إنما أنت منذر ولكل قوم هاد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا أيها الناس قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الأبعاد التي تجلت في روحه المباركة الطاهرة ساهمت، لكن الأمر المعقول جدا أن نصد الثورة أمام إرث بشري ختم برسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليغير، سواء موجود بصيص أمل لفضائل يجب أن تتمم وتصحح، أو أن هناك منطقة من الصفر، منطقة فراغ يجب أن تملأ وتبنى على حسابات وحيانية تكوينية. هذه في ظل وجود صراع امتد لثلاثة عشر عام مع المجتمع القرشي في مكة وعشرة أعوام، على الرغم من كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدير دولة وبيده جيش وعنده خيرة الأصحاب وخيرة الأتباع الذين ثبتوا وشهد لهم القرآن الكريم بصحة إيمانهم وإسلامهم، مع ذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس دور الموازن في حركته، بل كان أيضا مستضعفا، يعني كان مستضعفا في مكة من قبل المشركين، وكان مستضعفا في المدينة من قبل المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا فكون. بل أجد في بعض الرصد التاريخي للقراءات المعاصرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في صراعه في مكة يعني أكثر راحة من صراعه واضح بعد الهجرة، لأنه كان معالم الصراع واضحة والجبهة خارجية، أما الجبهة الخارجية يضاف لها جبهة داخلية ممكن أن يصدع القوى ويضعفها. اللي أريد أبينه أن انطلاقة النور الوعي البصيرة أوجدت آفاق رحبة وواسعة جدا. هذه الآفاق جاءت بالنص القرآني وبالسيرة النبوية قبل النص النبوي. طبعا يخطئ بعض المحللين أو المفسرين بجعل سنة النبي مفصولة عن سيرته المباركة، فيقولون ما قاله النبي هو معصوم فيما يقوله، أما سيرته فهي سيرة بشرية يخطئ ويصيب فيها، وهذا أول الوهن في إضعاف شخص رسول الله. ودعني أقف عند نقطة مهمة، الشيخ وجنابك الكريم إذا كان لديكم ثلة من الطلبة وأردتم أن تعززوا مفهوما فيهم وأعطيتم لهذا المفهوم ضوابط أو محددات ثلاثة أو أربعة لكنها لا تتماثل أو تتماشى مع بعضها بل تتقاطع وتتعارض، هذا المفهوم يتصدع أم يبقى ثابتا؟ نحن الآن عندما نأتي إلى شخص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وما تركه من ثراء في سلوكه، في سكناته، في عباداته، في سلوكه مع أسرته، في سلوكه مع أصحابه، في سلوكه مع الخصوم، فيما قاله، فيما دعا إليه، وفي جملة سلوكي وحياتي لا نجد ضابطا نوعيا واحدا. نجد للأشاعر رأي، ونجد للمعتزلة رأي، ونجد للإمامية رأي، ونجد الصحاح الستة فيها البعض الذي لا يرتضيه كل أهل السنة، ونجد في بحار الأنوار بعض الروايات لا يرتضيها علماء الشعر. وبالتالي هذه الشخصية التي يراد لأنوارها أن تقلب الطاولة على مشرب الشر وعلى خط الضلال وعلى منهج الرذيلة، الفضيلة المحمدية والشخصية المعرفية التي تحصن المسلم الشاب. أنا عندي ولد وأنت عندك ولد وجناب الشيخ والمتلقى الكريم، أولادنا كيف نستطيع أن نعبئهم بالمعارف المحمدية كي يتحصنون أمام الموجة؟ أن وصلتني سمحت سيد لهذه النقطة، لأن البعض ما أريد يتصور أن نحن ماضويون قابعون في الماضي ونقرأه مكرورا أو مستهلكين في الصراع الطائفي. في الصراع الطائفي اليوم حرر محمد صلى الله عليه وسلم واقعنا اللي نعيشه، ما الذي أزمة التصديق كيف يقدمه لنا، كيف نقدمه نحن للآخر؟ شيخ الفاضل بلحاظ الأمر نفسه وبلحاظ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، آية كبيرة جدا وكل آيات القرآن كبار أو كبير عفوا.
باخع يعني موت نفسك بالعراق، قاتل نفسك، مهلك نفسك بالفصيح. طبعا واضحه اساتذتنا لمن يتلقانا بشكل عام، لان البعض يمر عليها بدون ان يدرك ماذا يقول. القران يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: لعلك مهلك نفسك في سبيل ايمان هؤلاء الذين تتاسف تحزن كثيرا على عدم ايمان. حدثني عن فتح هذه الشخصيه التي تحزن حتى على اعدائها. الله الله يسلم، احسنت. الله يبارك. من رحمته صلى الله عليه وآله أن الله تبارك وتعالى فطره هكذا رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة المهداة، إنما بعثت رحمة مهداة. الرحمة غير يعني رحمة للعالمين. العالم كأقولها دائما اسم جنس، يعني الكل ما سوى الله رب العالمين. فهو رحمة للإنسان، رحمة للشجر، رحمة للرفق بالحيوان. نحن أول من علم الناس، وإن كانوا مهروا وسبقوا في هذا المجال، لكن الحق يقال، الإنصاف مطلوب. رحمة في البيئة، أين نحن الآن؟ هذه البيئة التي نلوثها بأيدينا، التي نترك فيها ما يسمم الهواء والماء. رحمة للعالمين، إذن العالم الكل هو جاء اصطفاء رباني من أجل أن يقود الإنسانية في زمن كانت تتخاصم فيه وتتقاتل على أبسط الأسباب، جعلها تتراحم وتتواصل وتتآلف وتتحابب على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. أخذ أولئك البداة الأعراب حتى عبروا المحيطات فيما بعد بفضل الأخلاق التي دعا إليها رسول الإنسانية ومعلمها الأول. إنك لا تهدي من أحببت، اهدي من يشاء، يبخع نفسك كما تفضلت، جزاك الله خيرا. وكان يسري قلبه ربه تبارك وتعالى بالآيات القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يأتي يتأسى على حمزة عليه سلام الله ورضوانه ويبكي بكاء ويقول: لكن حمزة لا بواكي له. ويرسل بنو عبد الأشهر نساءهن ليبكين الحمزة أمام بيت رسول الله، فيخرج لهم ويدعو لهم بخير. وبالتالي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إرادة الخالق العظيم أن هناك يجل السامع والمشاهد هداة ظلال جهال، ويخوضون في الظلمات ويمثلون معسكر الكفر إذا صح أو الفسوق التعبير. وهناك ناس سلكوا الصراط المستقيم. إذن هي معركة بين الكفر والإيمان، وهي المعركة مستمرة شيخ الفاضل لحد يومنا الآن. نعم، نبي تعرض علي أعمالنا، نحن معتقدون بذلك. وهذا البخع اللي أشرته، ما زلنا نؤلم نبينا بصورة عدم إيماننا التي يأسف عليها، إيماننا حق الإيمان أقصد، بأن نجترح الأخوة منهاجا لسلوكنا في أمتنا الإنسانية. لك الحديث في هذه الجزئية لو سمحت. حتى نجد دكتورنا الفاضل أنه هذه الرحمة ما قيدها في بني هاشم ولا قيدها في العرب. يعني شوف الخلق العظيم، ما من أيما رجل آذى ذميا، معنى كلامه، أو انتقصه أو أخذ شيئا من ماله بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة. يعني يقف محاميا ومدافعا إلى هذا الذمي أو المشرك أو اليهودي ضد المسلم إذا كان انتقصه. أو يعني أراد الإنسانية أن تعيش متآخرة: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. أحسنت. ما قال يا بني هاشم، ولم يقل يا بني تغلب، ولا هذه المسميات التي نحن قد نتعنصر لها أو نتعصب لها بفعل عصبية يعني ورثناها كابرا عن كابر أو هكذا جاءتنا. لكن يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. سبحانه وتعالى يذكره بهذه النعمة، أنه جمع له الأمة كلها وألف بين قلوبها من أجل أن يرفع لواء النور، لواء الإيمان،
في أرجاء المعمورة كلها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذه فطرة تكوينية. لكن مو لتتخاصموا، لتعارفوا. علة الخلق تعارفهم. ويقول بعض مفسري كلمة التعارف، وأنتم أستاذنا في هذا الشأن، لا يكون التعارف إلا عن طيب، لا يوجد تعارف في غير طيب. تعارفوا وإن تتعارفون بطيب، أحسنتم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن كيف أخلص نفسي وأنا أنتمي إلى قبيلة، اسمي فراس العتابي الآن، أطلع بقبيلتي وأعرف من حبي لشعبي العراقي؟ وهنالك من يميز بين هذا الأمور، أن تعتز بقبيلتك على أن لا تكون قبائليا، أن تعتز بشعبك على أن لا تكون شعوبيا. أعود لحضرتك كي نفتح الأبواب في مفهوم يعيش معنا ونعيش فيه نحن العراقيين وغير العراقيين من المسلمين. سيد فالح في المضمون نفسه، أولادنا، أخواننا، إحنا أحيانا نذهب إلى قدوات غير المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنفتتح الحديث بفوكو كما افتتحته أنا في هذه الحلقة، ونستشهد بسارتر، أو نأخذ محلقين بشكل كبير في بنيوياتنا وما بعد حداثتنا، وننسى قرآننا ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف نوازن في عالم يأتم بهذه الأسماء؟ يعني يوجد، أنا الآن نقدت نفسي طبعًا. حتى أتيح لنفسي يوجد الآن النقد كله على مدرستي ومدرسة سماحة الشيخ يوجد جواب تجميلي تلينا بهذا النقد، أي وهذا هذا الجواب التجميلي أصبح الآن إكسباير، منتهى الصلاحية، منتهى الصلاحية، لأنه الطبيب مثل كجنابكم يشخص هذا بأنه إكسباير. المجتمع وعي الأجوبة الجاهزة والأجوبة الإنشائية، وأصبح من الصعب إقناعه بما قيل، وبالتالي نحن أمام مفترق طرق. أما أننا أمام شخصية محصنة ومكتنزة وقابلة لأن تتحدى كل الأطراف التي يراد لها أن تكون بديلاً عنه كقدوة وأسوة، وأما أن هذه الشخصية بما فيها ولها قد ساهمنا نحن رجال العلم في أو بعض الأكاديميين الإسلاميين في وضع العقبات أمام تصدير هذه الشخصية، لذلك أقول الجواب ليس تجميليا. أحسن. يا دكتور، ما هي المعايير التي يجب أن نتفق عليها سنة وشيعة؟ من يجنح للنص ومن يجنح للحداثة ومن يميل إلى العقل ومن يميل إلى التراث في وضع معيار وضابط نوعي يكون هو المعرف بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل وصل بنا التقاطع؟ هل وصل بنا التصادم إلى مستوى البديهي من تعريف بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال الأول. الثاني، هل هناك مناشئ معقولة لرسم المعالم الجديدة التي الآن المجتمع الغربي في توتر عسكري وسياسي بلغ الذروة؟ المجتمع الإسلامي بدأ التقبل وتعقل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكثير من الشباب المسلم لم يكن كالشباب المسلم في السبعينيات والستينيات والخمسينيات الذي كان متأثرا بثقافة الإخوان وبثقافة الدعوة وبباقر الصدر وبالسيد الخميني وبعلماء السنة وبكل الشخصيات الثائرة التي رصدت الواقع السياسي رصدت. طيب. هناك عمل فكري. إذن هذان سؤالان إلى خمس دقائق أن تجاوبني عنهن اثنين ونجاوبني عن واحد حتى أنتقل سماحة الدكتور. فبالتالي نأتي هنا، إذا كان التراث الإسلامي الذي من خلاله تكون مناشئ الانتزاع مملوء بتراكمات غير مفلترة ولم يعاد النظر فيها أولا، ثانيا بصمات سياسية وبصمات مذهبية أثرت بشكل كبير جدا في رسم هذه الهوية، ثالثا وضع قيود وشروط متطرفة أمام إعادة القراءة أو النقد، صحيح. هذه كلها تساهم بشكل كبير جدا في إبقاء الأزمة. أما العلاج لا يمكن أن نعالج، بس أريد أرجع للشروط. مو إذا فتحنا باب النقد للجميع يصير مثل ما الثقافة الميديوية اللي عندنا الآن، كل من فاتح موبايله وهو لم يقرأ غير بعض الأسطر ويفتي في هذا المجال. لا، من الذي تسأل؟ لها حق أن تسأل دكتور. أحسن. لكن ليس لها الحق أن تشخص ما دام المحور محور معرفي علمي. معرفي فهناك أهله
الآن عندما نختلف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إيش قد حاروا الذين أرادوا التأويل والذين اعتمدوا على النصوص الضعيفة وهم لا يعلمون أن حرفا واحدا في كتاب الله يفسره لغوي يمنع العائبة والشائبة على النبي. صحيح. حرف امتناع لامتناع وليس لوجود تناع. وبالتالي هو لم يهم أصلا بدلالة لولا. هناك يعني أنا لا أؤول وأنا جاهل. وإلا أنا أسألك دكتور من الذي وضع مساحة واسعة لنصر حامد أبو زيد ووضع مساحة واسعة لشحرور والرقم يزداد كلما امتدت الدنيا لكنهم قوبلوا بالرفض. أبو زيد كفر طلقت مرته منه دكتور ابتهال هاجر ترك مصر يعني العواقب كانت وخيمة على أن تدلي بدلوك في ساحة ثقافية لا تسمح بهذا المعرفة. أعود لحضرتك إن شاء الله نستوفي الحديث. شيخي الفاضل إحنا مولودون نحن مولودون في إزاء قبائل امتدادنا قبلي ونعتز بهذه العروبة التي ننتمي إليها. كيف أستطيع أن أبقى على اعتزازي بقبيلتي وقد قلت أنا وحضرتك والسيد نعرف بقبائلنا ببيوتنا بأسرنا مع عدم المس بقيمنا الدينية الإسلامية؟ لطيف. الله يسلمك يبارك فيك. هذا موضوع جدا خطير دكتور فراس ودائما نتكلم به لأنه حديث شريف يشخص لنا هذا الأمر ويقطع دابر القيل والقال عندما يقول ليس من العصبية أن يحب المرء قومه. نفى عنه العصبية ولكن إذا ما هي العصبية يا رسول الله حتى نبتعد عنها؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أن يعينهم على الباطل على الظلم. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن إذا كان أنصره إذا كان مظلوما فإذا ظالم كيف أنصره؟ أهديه إلى الصواب. أحسنت. أنصحه مو أطبل وأزمر على على الباطل. لا بوركت أروح أعارك وياه هو باطل. لا بوركت أمة لا يقضى فيها بالحق. دائما أنا عندنا صراع بالمحاكم وأنا تدري جنابك أشتغل في هذا الباب. لا بوركت أمة لا يقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه غير متعتع يعني بالقوة والجدل والعنف والصعوبة. هداة القوم لا يصلح القوم فوضى لا سراة لهم. أحسنت. ولا سراة إذا جهالهم سادوا. يجب أن تؤتى الموازين بيد المنصف العادل الذي يضع القسط الميزان القسط حتى تحل مشاكلنا. يأخذ الضعيف حقه دون أن يكون متعتعا. العصبية أن تحب قومك نعم، لكنه عند فراش الموت وفي خطبة الوداع قال إمام جعفر عليه السلام يفسر هذه العصبية قال يعني أن تعينهم على الباطل. هذا الذي هذا المذموم في العصبية. نعم. أما الانتماء فهو شيء طبيعي. وقولوا للناس حسنا عذرا. أحسنتم. دكتور فضل. يفسرها الإمام جعفر وهو سيد المذاهب وأستاذهم الأول يقول يقولوا للناس حسنا مؤمنهم ومخالفهم. للناس حرف جر لازم نقول مؤمنهم مؤمن ومخالفهم أيضا يعني حتى المخالف اللي هو غير لازم كما تعايش النبي في وثيقة المدينة معهم وكان ما هو القرآن يقول لنا شيخ العقيدي يقول إن الشيطان ينزغ بينكم. هذا النزغ الشيطاني حاضر وربما أصبح بصورة معظمة ومكبرة في هذه المواقع التواصلية التي تنقل كل شيء بدون تدقيق وبدون كذا. كيف علمنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن نتعامل مع أخوتنا مع الناس؟ حضرتك بينت إنه حتى مع الجمادات ذلك الجذع الذي يغادره إلى منبر بسيط يحن ويحتضنه المصطفى يقشعر البدن. يذكر الهرة التي يقول ستدخل النار تلك المرأة فيها التي حبستها يعني شلون ممكن أن نصل المرتبة التي أرادها لنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بنهج قرآنه القوي في حين أنه جنابك الكريم فتح الله عليك الله يسلمك في حين أنه الصورة المعاكسة المومس من بني إسرائيل التي دخلت الجنة يعني فيما وجدت كلبا يجل السامع والمشاهد يكاد أن يعض الثرى من شدة العطش الظمأ الشديد وهو في صحراء فدلت له وسقته ماء. هذه الخلق الرفيع الذي يحسن
والذي يعلم الإنسانية أن لا تعيش على مبادئ مستهلكة عبرت إليها من الجاهلية، أراد أن يغربلها، أن ينقيها، ينقي مواردها الأولى لتكون مؤهلة أهلا لحمل الرسالة، لأنها تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله إن شاء الله ما يجعلنا من الزائغين عنها. هذا حديث خطر، هاي المحجة البيضاء اللي تركنا عليها وبعضنا أخذ السبل يعني فتفرقنا على غير هذه المحجة البيضاء. ربما هذه العودة الأخيرة لجنابك الموقر بما تختتم هذه الشخصية العظيمة، شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله. من حيث انتهى سماحة الشيخ كل ما تفضل به وصدعت به الآيات ونطقت به الروايات وعرف به أهل البيت عليهم السلام وخيرة الأصحاب شخص النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله للمتلقي الكريم من خلالكم طبعا. أنا آسف أشير للمخرج بوجودي دقيقتين، أن هذا لجنابك دقيقة وللشيخ دقيقة كذلك، أن هذا كله عسل مصفى. لكن لا يعني لا ننسى أن هناك من ألقى في وسط هذا العسل خلا أو سما، فالأمة مدعوة، علماء، أكاديميين، إعلاميين، كل من ينتمي لمحمد صلى الله عليه وآله ويعتز به ويريد أن يذود عنه ويدافع عنه، الرسوم المسيئة لرسول الله انطلقت من واقع موجود في تراثنا، وداعش انطلقت من واقع موجود في تراثنا، التطرف الإسلامي وهو خاطئ ليس إسلاميا، السلفية المشوهة انطلقت من هذه السموم الدخيلة، يجب تنقيتها. حتى ما تفضلتم به أنت وجناب الشيخ يبقى على نقائه، وبالتالي أستطيع أن أسقيه لأبنائي والأجيال القادمين خاليا من هذه السموم التي تشوه هذا العسل المصفى، بوركتم. وتكون صالحة أيضا لكل زمان ومكان. بوركتم شيخي في دقيقة لو سمحت الختام. بارك الله فيك. ذكرني سماحة السيد كلام لطيف، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ونحن في رحاب رسول الله. ولكي أختصر على المشاهد أذكر بأنه دائما أقول في الخطب بأن شرف المكان من شرف صاحبه. فتشرفت أرض العرب، مكة كانت بكة وكانت المدينة المنورة، كانت مدينة يعني ليست كما عندما جاء النبي أصبحت طيبة وأصبحت منورة. شرف المكان بشرف صاحبه. ولا سيما قبل أيام كانت زيارة الأربعين وشفت هذه الناس الوافدة. شرف المكان كربلاء، من كربلاء بلا الأئمة الأطهار؟ هذا تشرفت البقع التي أنزل الله فيها القداسة والشرفية والمكان، كل فضل ذلك يعود إلى رسول صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل. فنحن علينا المصطفى. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ما قال لي معلم الإنسانية الشيء السيد كذا، ما كان هذا الأمر شيء، ولا كنت أنا هكذا. ونحن مسؤولون على أن نبلغ هذه المبادئ النقية الصحيحة إلى المتلقي ونقدمها وهو أحوج ما يكون إليها. أشكرك. لتصحوا بنا الآن. أحسنتم. أشكرك الشكر الجزيل شيخ الفاضل شيخ عبد الله ديبال العقيدي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. الشكر موصول إلى أستاذنا سيد فالح الموسى، وشكرا جزيلا لجنابك الموقر. في الختام ذكرني منطقة مهمة سماحة الشيخ وفضيلة السيد، بأنه المكان بصاحبه يتشرف، فنحن نتشرف بنبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. شرفية المسلمين في شرف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. هذه المدينة كرمت، مكة لأنك موجود فيها، طيبة كرمت لأنك موجود فيها، ديننا كرم بوجود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. علينا ألا نكون كبني إسرائيل الذين فلق لهم موسى عليهم السلام البحر، فلما أنجاهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اصنع لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. نحن إن شاء الله مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. في أمان الله. شكرا.